بدأت اليوم بجنيف أعمال مؤتمر الصحة العالمية بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزراء الصحة للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، وتشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى يترأسه وزير الصحة المهندس خالد الفالح. ويطرح المؤتمر عددا من القضايا الدولية الهامة، على رأسها بناء النظم الصحية والبنود التقنية المتعلقة بالبرامج الصحية ومواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الدولية في الحقل الصحي، خاصة فاشية مرض الإيبولا. مشاركة المملكة في مؤتمرات منظمة الصحة العالمية هي مشاركة مستمرة في الواقع. المملكة من أول 12 دولة وقعت على ميثاق تأسيس هذه المنظمة قبل ما يقارب من 70 عام، والمملكة نشطة جدا في هذه المنظمة. والسنة هذه كالعادة في وفد قوي، عدد من وكلاء وزارة الصحة والخبراء والفاعلين في مجال التعاون الدولي، ولنا دور قوي في مكافحة الأمراض المعدية بالذات وفي التجمعات البشرية الكبرى بسبب استضافة المملكة كل عام لضيوف الرحمن في موسم الحج. أكد معالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح على أهمية مشاركة المملكة العربية السعودية وحضورها المتميز في الساحة الدولية، كما أشار معاليه إلى الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة في مجال الصحة، مؤكدا على علاقة التعاون الوطيدة بين منظمة الصحة العالمية والمملكة العربية السعودية. علاقة قوية وراسخة، ما يقرب من 70 عام شاركت المملكة في تأسيس هذه المنظمة، وفي مجالات كثيرة للتعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وزارة الصحة بالذات والقطاعات الأخرى التي تدعم المجال الصحي، بالذات في تطوير الموارد البشرية، في اعتماد المنشآت الصحية، وفي مكافحة الأمراض، سواء الأمراض المعدية أو السارية كما يطلق عليها، أو الأمراض المزمنة غير السارية التي بدأت تتفشى في جميع أنحاء العالم، وللمملكة اهتمام فائق في مكافحتها والحد من انتشارها في بين المواطنين السعوديين. دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مخاطبتها للجلسة الافتتاحية لجمعية الصحة العالمية إلى تكثيف المساعي الدولية في مسببات الأمراض الخطيرة، كما أعلنت عن دعم ألمانيا إلى مساعي الإصلاح التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية، وأشادت بجهود منظمة الصحة العالمية في مواجهة التحديات الدولية. منظمة الصحة العالمية هي المنظمة الدولية الوحيدة التي لديها شرعية سياسية عالمية بشأن المسائل الخاصة بالصحة، والتي تتخذ طبعا عالميا، ولذا يجب تأسيس فعالية العمل. وبكل تأكيد ميزة تتميز بها منظمة الصحة العالمية أي أن لديها ينعقد مؤتمر منظمة الصحة العالمية وسط تحديات تشهدها الساحة الدولية، أهمها مرض الإيبولا الذي أصبح هاجسا دوليا للمنظمة. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة، جنيف.